بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة الممتحنة لابن كثير قراءة أحمد عزت. وهي مدنية. الصفحة 44. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. كان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصة حاطب ابن أبي بلتعة، وذلك أن حاطب هذا كان رجلا من المهاجرين، وكان من أهل بدر أيضا، وكان له بمكة أولاد ومال، ولم يكن من قريش أنفسهم، بل كان حليفا لعثمان. فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتح مكة لما نقض أهلها العهد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتجهيز لغزوهم، وقال: اللهم عمي عليهم خبرنا. فعمد حاطب هذا فكتب كتابا وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة يعلمهم بما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوهم ليتخذ بذلك عندهم يدا. فأطلع الله تعالى على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابة لدعائه، فبعث في أثر المرأة فأخذ الكتاب منها، وهذا بين في هذا الحديث المتفق على صحته. قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن عمه، أخبرني حسن بن محمد بن علي، أخبرني عبد الله بن أبي رافع، وقال مرة إن عبيد الله ابن أبي رافع أخبره أنه سمع علي رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينا معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة، قلنا: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. قلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. قال: فأخرجت الكتاب من عقاصها، فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب ما هذا؟ قال: لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا عذرا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه صدقكم. فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهكذا أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه من غير وجه عن سفيان بن عيينة به. وزاد البخاري في كتاب المغازي: فأنزل الله السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال في كتاب التفسير: قال عمرو: ونزلت فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال: لا أدري الآية في الحديث. أو قال عمرو: قال البخاري: قال علي يعني ابن المديني قيل لسفيان: في هذا نزلت لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فقال سفيان: هذا من حديث الناس حفظته من عمرو، ما تركت منه حرفا ولا أرى أحدا حفظه غيري. وقد أخرجه في الصحيحين من حديث حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد والزبير ابن العوام وكلنا فارس، وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين، فأدركناها تسير على بعير لنا حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فأنخناها فالتمسنا فلم نرى كتابا، فقلنا: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخرجن الكتاب أو لنبردنك. فلما رأت الجبة أموت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجته، فانطلقنا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني لأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما صنعت؟ قال حاطب: والله ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته ما يدفع الله به عن أهلي وماله. فقال: صدق، لا تقول له إلا خيرا. فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. فقال: أليس من أهل بدر؟ فقال: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو قد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. هذا رب البخاري في المغازي في غزوة بدر. وقد روي من وجه آخر عن علي قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني، حدثنا عبيد بن يعيش، حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي سنان هو سعيد بن سنان عن عمرو بن مرة الحملي عن أبي إسحاق البحتري الطائي عن الحارث عن علي قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي مكة أسر إلى أناس من أصحابه أنه يريد مكة، منهم حاطب بن أبي بلتعة، وأفشى في الناس أنه يريد خيبر. قال: فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد وليس منا رجل إلا وعنده فرس، فقال: ايتوا روضة خاخ فإنكم ستلقون بها امرأة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا حتى رأيناها بالمكان الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا لها: هات الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فوضعنا متاعها وفتشناها فلم نجده في متاعها. فقال أبو مرثد: لعله ألا يكون معها. فقلت: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا. فقلنا لها: لتخرجينه أو لنعرينك. فقالت: أما تتقون الله؟ ألستم مسلمين؟ فقلنا: لتخرجينه أو لنعرينك. قال عمرو بن مرة: فأخرجته من حجزتها. وقال حبيب بن أبي ثابت: أخرجته من قبلها.
فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة. فقام عمر فقال يا رسول الله خان الله ورسوله فأذلني فلأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد شهد بدرا؟ قالوا بلى. قال عمر بلى ولكنه قد نكث وظاهر أعداءك عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير. ففاضت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاطب فقال يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟ فقال يا رسول الله إني كنت امرأ ملصقا في قريش وكان لي بها مال وأهل ولم يكن من أصحابك أحد إلا وله بمكة من يمنع أهله وماله فكتبت بذلك إليهم والله يا رسول الله إني لمؤمن بالله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق حاطب فلا تقولوا لحاطب إلا خيرا. وقال حبيب بن أبي ثابت فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة الآية. وهكذا رواه ابن جرير عن ابن حميد عن مهران عن أبي سنان سعيد بن سنان بإسناده مثله. فقد ذكر ذلك أصحاب المغازي والسير. فقال محمد بن إسحاق بن يسار في السير حدثني محمد بن جعفر ابن الزبير عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا قال لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير إلى مكة كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر في السير إليهم. ثم أعطاه امرأة زعم محمد بن جعفر أنها من مزينة وزعم غيره أنها سارة مولاه لبني عبد المطلب وجعل لها جعلا على أن تبلغه لقريش. فجعلته في رأسها ثم فتلت عليه قرونها ثم خرجت به. وآتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب فبعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام فقال أدرك امرأة قد كتب معها حاطب كتابا إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا لهم من أمرهم. فخرج حتى أدركاها بالحليفة حليفة بن أبي أحمد فاستنزلاها بالحليفة فالتمس في رحلها فلم يجد شيئا. فقال لها علي بن أبي طالب إني أحلف بالله ما كذب رسول الله وما كذبنا ولا تخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك. فلما رأت الجد منه قالت أعرض فأعرض. فحلت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليه. فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال يا حاطب ما حملك على هذا؟ فقال يا رسول الله أما والله إني لمؤمن بالله وبرسوله ما غيرت ولا بدلت ولكني كنت امرأ ليس لي في القوم من أهل ولا عشيرة وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليه. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه فإن الرجل قد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر يوم بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل في حاطب يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلى آخر القصة. وروى معمر عن الزهري عن عروة نحو ذلك. وهكذا ذكر المقاتل بن حيان أن هذه الآيات نزلت في حاطب بن أبي بلتعة أنه بعث سارة مولاة بني هاشم وأنه أعطاها 10 دراهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في أثرها عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما.
فأدركاها بالجحفة وذكر تمام القصة كنحو ما تقدم، وعن السدي قريبا منها. وهكذا قال الأوفي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد أن هذه الآيات نزلت في حاطب بن أبي بلتعة. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يعني المشركين والكفار الذين هم محاربون لله ولرسوله وللمؤمنين الذين شرع الله عداوتهم ومصارمتهم ونهى أن يتخذوا أولياء وأصدقاء وأخلاء، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. ولهذا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عذر حاطب لما ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعة بقريش لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد. ويذكر هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا مصعب بن سلام حدثنا الأجلح عن قيس بن أبي مسلم عن ربعي بن حراش سمعت حذيفة يقول: ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثالا واحدة وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وأحد عشر. قال: فضرب لنا مثلا وترك سائرها، قال: إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداء، فأظهر الله أهل الضعف عليهم فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخط الله عليهم إلى يوم يلقونه. وقوله تعالى: يخرجون الرسول وإياكم، هذا مع ما قبله من التهييج على عداوتهم وعدم موالاتهم، لأنهم أخرجوا الرسول وأصحابه من بين أظهرهم كرامة لما هم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده. ولهذا قال تعالى: أن تؤمنوا بالله ربكم، أي لم يكن لكم عندهم ذنب إلا إيمانكم بالله رب العالمين، كقوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وكقوله تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وقوله تعالى: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، أي إن كنتم كذلك فلا تتخذوهم أولياء، إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي باغين لمرضاتي عنكم فلا توالوا أعدائي وأعداءكم وقد أخرجوكم من دياركم وأموالكم حنقا عليكم وسخطا لدينكم. وقوله تعالى: تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، أي تفعلون ذلك وأنا العالم بالسرائر والضمائر والظواهر، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، أي لو قدروا عليكم لما اتقوا الله فيكم من أذى ينالونكم به بالمقال والفعال. وودوا لو تكفرون، أي ويحرصون على ألا تنالوا خيرا،
فهم عداوتهم لكم كاملة وظاهرة، فكيف توالون مثل هؤلاء؟ وهذا تهيئة على عداوتهم أيضا. وقوله تعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير، أي قراباتكم لا تنفعكم عند الله إذا أراد الله بكم سوءا، ونفعهم لا يصل إليكم إذا أرضيتموهم بما يسخط الله ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب وخسر، فدل عمله ولا ينفعه عند الله قرابته من أحد ولو كان قريبا إلى نبي من الأنبياء. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. فلما قف دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. ورواه مسلم وأبو داود من حديث حماد بن سلمة به: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبري منهم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي وأتباعه الذين آمنوا معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، أي تبرأنا منكم، ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، أي بدينكم وطريقكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، يعني وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم ما دمتم على كفركم، فنحن أبدا نتبرأ منكم ونبغضكم حتى تؤمنوا بالله وحده، أي إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له وتخلعوا ما تعبدون معه من الأوثان والأنداد. وقوله تعالى: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أي لكم في إبراهيم وقومه أسوة حسنة تتأسون بها إلا في استغفار إبراهيم لأبيه، فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وذلك أن بعض المؤمنين كانوا يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك ويستغفرون لهم ويقولون: إن إبراهيم كان يستغفر لأبيه، فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم.
وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم إلى قوله تعالى: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك ما أملك لك من الله شيء، أي ليس لكم في ذلك أسوة، أي في الاستغفار للمشركين هكذا. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومقاتل ابن حيان والضحاك وغير واحد. ثم قال تعالى مخبرا عن قول إبراهيم والذين معه حين فارقوا قومهم وتبرأوا منهم فلجأوا إلى الله وتبرعوا إليه، فقالوا: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، أي توكلنا عليك في جميع الأمور وسلمنا أمورنا إليك وفوضناها إليك وإليك المصير، أي المعاد في الدار الآخرة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. قال مجاهد: معناه لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك. فيقول: لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا. وكذا قال الضحاك، وقال قتادة: لا تظهرهم علينا فيفتتنوا بذلك، يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه، لحق هم عليه، واختاره ابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لا تسلطهم علينا فيفتنونا. وقوله تعالى: واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، أي واستر ذنوبنا عن غيرك واعف عنا فيما بيننا وبينك. إنك أنت العزيز، أي الذي لا يدان من لاذ بجنابك، الحكيم في أقوالك وأفعالك وشرعك وقدرك. ثم قال تعالى: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذا تأكيد لما تقدم ومستثنى منه ما تقدم أيضا، لأن هذه الأسوة المثبتة هاهنا هي الأولى بعينها. وقوله تعالى: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، تهييج إلى ذلك لكل مؤمن بالله والمعاد. وقوله تعالى: ومن يتولى، أي عما أمر الله به، فإن الله هو الغني الحميد، كقوله تعالى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الغني الذي قد كمل في غناه وهو الله، هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفر وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار والحميد المستحمد إلى خلقه، أي هو المحمود في جميع أقواله وأفعاله، لا إله غيره ولا رب سواه. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبعوهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم دياركم وظاهروا على إخوانكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يقول تعالى لعباده المؤمنين بعد أن أمرهم بعداوة الكافرين: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، أي محبة بعد البعد، ومودة بعد النفع، وألفة بعد الفرقة، والله قدير، أي على ما يشاء من الجمع بين الأشياء المتنافرة والمتباينة والمختلفة، فيؤلف بين القلوب بعد العداوة والقساوة فتصبح مجتمعة متفقة.
كما قال تعالى ممتنا على الأنصار: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الآية. وكذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متسبقين فألفكم الله بي. وقال الله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. من فضلك تابع بقية المادة. وفي الحديث: أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. وقال الشاعر: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. وقوله تعالى: والله غفور رحيم، أي يغفر للكافرين كفرهم إذا تابوا منه وأنابوا إلى ربهم وأسلموا له، وهو الغفور الرحيم بكل من تاب إليه من أي ذنب كان. وقد قال مقاتل بن حيان: إن هذه الآية نزلت في أبي سفيان بن صخر ابن حرب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ابنته، فكانت هذه مودة ما بينه وبينه. وفي هذا الذي قاله مقاتل النظر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بأم حبيبة بنت أبي سفيان قبل الفتح، وأبو سفيان إنما أسلم ليلة الفتح بلا خلاف. وأحسن من هذا ما رواه ابن أبي حاتم حيث قال: قرئ على محمد بن عزيز: حدثني سلامة، حدثني عقيل، حدثني ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل أبا سفيان صخر بن حرب على بعض اليمن، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل فلقي ذا الخمار مرتدا فقاتله، فكان أول من قاتل في الردة وجاهد عن الدين. قال ابن شهاب: وهو ممن أنزل الله فيه: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. الآية. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أن أبا سفيان قال: يا رسول الله، ثلاث أعطينهن. قال: نعم. قال: تأمرني أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: نعم. قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: نعم. قال: وعندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها. الحديث. وقد تقدم الكلام عليه. وقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا، أي يعاونوا على إخراجكم، أي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين كالنساء والضعفة منهم، أن تبروهم أي تحسنوا إليهم، وتقسطوا إليهم أي تعدلوا، إن الله يحب المقسطين. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. أخرجاه. وقال الإمام أحمد:
حدثنا عارم، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا مصعب بن ثابت، حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قدمت قتيلة على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا ضباب وقرب وسن وهي مشركة، فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، إلى آخر الآية، فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث مصعب بن ثابت به، وفي رواية لأحمد وابن جرير: قتيلة بنت عبد العزة بن سعد من بني مالك بن حسل. وزاد ابن أبي حاتم: في المدة التي كانت بين قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر: أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، حدثنا عبد الله بن شبيب، حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا أبو قتادة العدوي عن ابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة وأسماء أنهما قالتا: قدمت علينا أمنا المدينة وهي مشركة في الهدنة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش، فقلنا: يا رسول الله، إن أمنا قدمت علينا المدينة وهي راغبة، أفنصلها؟ قال: نعم، فصلاها. ثم قال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن الزهري عن عروة عن عائشة إلا من هذا الوجه. قلت: وهو منكر بهذا السياق، لأن أم عائشة هي أم رومان وكانت مسلمة مهاجرة، وأم أسماء غيرها كما هو مصرح باسمها في هذه الأحاديث المتقدمة، والله أعلم. وقوله تعالى: إن الله يحب المقسطين، قد تقدم تفسير ذلك في سورة الحجرات. وأورد الحديث الصحيح: المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش، الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا. وقوله تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، أي إنما ينهاكم عن موالاة هؤلاء الذين ناصبوكم بالعداوة فقاتلوكم وأخرجوكم وعاونوا على إخراجكم، ينهاكم الله عز وجل عن موالاتهم ويأمركم بمعاداتهم. ثم أكد الوعيد على موالاتهم فقال: ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم
والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. تقدم في سورة الفتح ذكر صلح الحديبية الذي وقع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، فكان فيه على ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، وفي رواية على أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، وهذا قول عروة الضحاك وعبد الرحمن بن زيد والزهري ومقاتل بن حيان والسدي. فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة للسنة، وهذا من أحسن أمثلة ذلك، وعلى طريقة بعض السلف ناسخة، فإن الله عز وجل أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن، فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقد ذكرنا في ترجمة عبد الله بن أحمد بن جحش من المسند الكبير من طريق أبي بكر بن أبي عاصم عن محمد بن يحيى الذهلي عن يعقوب بن محمد عن عبد العزيز بن عمران عن مجمع بن يعقوب عن حنين بن أبي أبانة عن عبد الله بن أبي أحمد قال: هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط في الهجرة، فخرج أخواها عمارة والوليد حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلماه فيها أن يردها إليهما، فنقض الله العهد بينه وبين المشركين في النساء خاصة، فمنعهم أن يردوهن إلى المشركين، وأنزل الله آية الامتحان. قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا يونس بن بكير عن قيس بن الربيع عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حسين عن أبي نصر الأسدي قال: سئل ابن عباس كيف كان امتحان رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، قال: كان يمتحنهن بالله ما خرجت من بعد زوج، وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض، وبالله ما خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرجت إلا حبا لله ولرسوله. ثم رواه من وجه آخر عن الأغر بن الصباح به، وكذا رواه البزار من طريقه، وذكر فيه أن الذي كان يحلفهن عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له عمر بن الخطاب. وقال الأوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. وقال مجاهد: فامتحنوهن فاسألوهن عما جاء بهن، فإن كان جاء بهن غضب على أزواجهن أو سخط أو غيره ولم يؤمن فارجعوهن إلى أزواجهن. وقال أكرمة: يقال لها ما جاء بك إلا حب الله ورسوله، وما جاء بك عشق رجل منا ولا فرار من زوجك، فذلك قوله فامتحنوهن. وقال قتادة: كانت محنتهن أن يستحلفن بالله ما أخرجكن النشوز، وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله وحرص عليه، فإذا قلنا ذلك قبل ذلك منهن. وقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، فيه دلالة على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقينا. وقوله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين، وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة، ولهذا كان أمر أبي العاص بن الربيع زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها، وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه، فلما وقع في الأسارى يوم بدر بعثت امرأته زينب في فدائه بقلادة لها كانت لأمها خديجة، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، وقال للمسلمين: رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا،
ففعلوا، فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبعث ابنته إليه، فوفى له بذلك وصدقه فيما وعده، وبعثها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة رضي الله عنه، فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر، وكانت سنة 2 إلى أن أسلم زوجها أبو العاص ابن الربيع 8 فردها عليه بالنكاح الأول ولم يحدث لها صداقة. كما قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب حدثنا أبي حدثنا ابن إسحاق حدثنا داود بن الحسين عن أكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص، وكانت هجرتها قبل إسلامه ب6 على النكاح الأول ولم يحدث شهادة ولا صداقة. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، ومنهم من يقول بعد 2 وهو صحيح، لأن إسلامه كان بعد تحريم المسلمات على المشركين ب2. وقال الترمذي: ليس بإسناده بأس، ولا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله جاء من حفظ داود بن الحسين. وسمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن هارون يذكر عن ابن إسحاق هذا الحديث وحديث ابن الحجاج يعني ابن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أما رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. فقال يزيد: حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. ثم قلت: وقد روى حديث الحجاج بن أرطاة عمرو بن شعيب الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وضعفه الإمام أحمد وغير واحد، والله أعلم. وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأن ذلك كان قضية عين يحتمل أنها لم تنقض عدتها منه، لأن الذي عليه الأكثرون أنها متى انقضت العدة ولم يسلم انفسخ نكاحها منها. وقال آخرون: بل إذا انقضت العدة هي بالخيار، إن شاءت أقامت على النكاح واستمرت، وإن شاءت فسخته وذهبت فتزوجت. وحملوا عليه حديث ابن عباس والله أعلم. وقوله تعالى: وآتوهم ما أنفقوا، يعني أزواج المهاجرات من المشركين، ادفعوا إليهم الذي غرموه عليهن من الأصدقاء، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والزهري وغير واحد. وقوله تعالى: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، يعني إذا أعطيتموهن أصدقتهن فانكحوهن، أي تزوجوهن بشرطه من انقضاء العدة والولي وغير ذلك. وقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، تحريم من الله عز وجل على عباده المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار معهن. وفي الصحيح عن الزهري عن عروة عن المسور ومروان بن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاءه نساؤه من المؤمنات، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، إلى قوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فطلق عمر بن الخطاب يومئذ امرأتين، تزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. وقال ابن ثور عن معمر عن الزهري: أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأسفل الحديبية حين صالحهم على أنه من أتاه منهم أرده إليهم، فلما جاء النساء نزلت هذه الآية وأمره أن يرد الصداقة إلى أزواجهن، وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يرد الصداقة إلى أزواجهن. وقال: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال: وإنما حكم الله بينهم لذلك لأجل ما كان بينهم وبينهم من العهد. وقال محمد بن إسحاق عن الزهري: طلق عمر يومئذ قريبة بنت أبي أمية ابن المغيرة هامش كذا في الأصل، وفي تفسير البغوي فاطمة بدلا من قريبة، انتهى. فتزوجها معاوية. وأم كلثوم بنت عمرو ابن جرول الخزاعية وهي أم عبد الله، فتزوجها أبو جهب ابن حذيفة ابن غانم رجل من قومه وهما على شركهما. وطلق طلحة بن عبيد الله أروى بنت ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، فتزوجها بعده خالد بن سعيد بن العاص. وقوله تعالى: واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، أي وطالبوا بما أنفقتم على أزواجكم اللاتي يذهبن إلى الكفار إن ذهب، وليطالبوا بما أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين. وقوله تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، أي في الصلح واستثناء النساء منه، والأمر بهذا كله هو حكم الله يحكم به بين خلقه، والله عليم حكيم.
أي عليم بما يصلح عباده وحكيم في ذلك. ثم قال تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. قال مجاهد وقتادة: هذا في الكفار الذين ليس لهم عهد إذا فرت إليهم امرأة ولم يدفعوا إلى زوجها شيئا، فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شيء حتى يدفع إلى زوج الذاهبة إليهم مثل نفقته عليها. وقال ابن جرير: حدثنا يونس حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن الزهري قال: أقر المؤمنون بحكم الله فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم، وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين. فقال الله تعالى للمؤمنين به: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فلو أنها ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين، أرد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم الذي أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم اللاتي آمنا وهاجرنا، ثم ردوا إلى المشركين فضلا إن كان بقي لهم، والعقب ما كان بقي من صداق نساء الكفار حين آمنا وهاجرنا. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: يعني إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار أمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعطى مثل ما أنفق من الغنيمة. وهكذا قال مجاهد: فعاقبتم أصابتم غنيمة من قريش أو غيرهم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، يعني مهر مثلها. وهكذا قال مسروق وإبراهيم وقتادة ومقاتل والضحاك وسفيان بن حسين والزهري أيضا. وهذا لا ينافي الأول، لأنه إن أمكن الأول فهو الأولى، وإلا فمن الغنائم التي تؤخذ من أيدي الكفار، وهذا أوسع، وهو اختيار ابن جرير، ولله الحمد والمنة. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. قال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال: أخبرني عروة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إلى قوله غفور رحيم. قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك كلاما، ولا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط، ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. هذا لفظ البخاري. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء لمبايعه، فأخذ علينا ما في القرآن ألا نشرك بالله شيئا الآية، وقال: فيما استطعتن وأطقتن، قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، قلنا: يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة قولي لمئة امرأة. هذا إسناد صحيح، وقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة، والنسائي أيضا من حديث الثوري ومالك بن أنس كلهم عن محمد بن المنكدر به. وقال الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر. وقد رواه أحمد أيضا من حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن أميمة به، وزاد: ولم يصافح منا امرأة.
وكذا رواه ابن جرير من طريق موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر به، ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر: حدثتني أميمة بنت رقيقة وكانت أخت خديجة خالت فاطمة من فيها إلى في فذكره. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني سليط بن أيوب بن الحكم ابن سليم عن أمه سلمة بنت قيس، وكانت إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صلت معه القبلتين، وكانت إحدى نساء بن عدي بن النجار. قالت: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبايعه في نسوة من الأنصار، فلما شرط علينا ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي لبهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف، قال: ولا تغششن أزواجكن. قالت: فبايعناه. ثم انصرفنا، فقلت لامرأة منهن: ارجعي فسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غش أزواجنا. قال: فسألته فقال: تأخذ ماله فتحابي به غيره. وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب حدثني أبي عن أمه عائشة بنت قدامة يعني ابن مضعون قالت: أنا مع أمي رائطة ابنة سفيان الخزاعية، والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع النسوة ويقول: أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصينني في معروف. قلنا: نعم فيه ما استطعتن. فكنا قلنا وأقول معهن وأمي تقول لي: أي بنية نعم، فكنت أقول كما يقولن. وقال البخاري: حدثنا معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا: ولا تشركن بالله شيئا، ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة يدها قالت: أسعدتني فلانة فأريد أن أجزيها، فما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلقت ورجعت فبايعها. ورواه مسلم، وفي رواية: فما وفى منهن امرأة غيرها وغير أم سليم ابنة ملحان. وللبخاري عن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا نروح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتان، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعهد النساء بهذه البيعة يوم العيد، كما قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن جريج أن الحسن بن مسلم أخبره عن طاوس عن ابن عباس قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد، فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال، فقال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، حتى فرغ من الآية كلها، ثم قال حين فرغ: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة ولم يجبه غيرها: نعم يا رسول الله، لا يدري حسن من هي. قال: فتصدقنا. قال: وبسط بلال ثوبه فجعلنا يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. من فضلك تابع بقية المادة. بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة الممتحنة لابن كثير. وقال الإمام أحمد: حدثنا خلق بن الوليد، حدثنا عباس عن سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال: أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي ولا تبردي تبرج الجاهلية الأولى. وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم. قرأ الآية التي أخذت على النساء: إذا جاءك المؤمنات، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أخرجه في الصحيحين. وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله البغني عن أبي عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي عن عبادة بن الصامت قال: كنت في من حضر العقبة الأولى، وكنا 12 رجلا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن يفرض الحرب، على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف. وقال: فإن وفيتم فلكم الجنة. رواه ابن أبي حاتم. وقد روى ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب فقال: قل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا. وكانت هند بنت عتبة ابن ربيعة التي شقت بطن حمزة متنكرة في النساء، فقالت: إني إن أتكلم يعرفني، وإن عرفني قتلني، وإنما تنكرت فرقا للرسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت النسوة اللاتي مع هند وأبين أن يتكلم، فقالت هند وهي متنكرة: كيف تقبل من النساء شيئا لم تقبله من الرجال؟ فنظر إليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعمر: وقل لهن ولا يسرق. قالت هند: والله إني لأصيب من أبي سفيان الهنات، ما أدري أيحلهن لي أم لا. قال أبو سفيان: ما أصبت من شيء مضى أو قد بقي فهو لك حلال. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها فدعاها، فأخذت بيده فعادت به، فقال: أنت هند؟ قالت: عفى الله عما سلف. فصرف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولا يزنين. فقالت: يا رسول الله، وهل تزني امرأة حرة؟ قال: لا والله ما تزني الحرة. قال: ولا يقتلن أولادهن. قالت هند: أنت قتلتهم يوم بدر، فأنت وهم أبصر. قال: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. قال: ولا يعصينك في معروف. قال: منعهن أن ينحن. وكان أهل الجاهلية يمزقن الثياب ويخدشن الوجوه ويقطعن الشعور ويدعون بالويل والثبور. وهذا أثر غريب، وفي بعضه نكارة والله أعلم. فإن أبا سفيان وامرأته لما أسلما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيفهما، بل أظهر الصفا والود لهما، وكذلك كان الأمر من جانبه عليه السلام لهما. فإن أبا سفيان وامرأته لما أسلما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيفهما، بل أظهر الصفاء والود لهما، وكذلك كان الأمر من جانبه عليه السلام لهما. وقال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية يوم الفتح، بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال على الصفاء، وعمر بايع النساء يحلفهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بقيته كما تقدم وزاد:
فلما قال ولا تقتلن أولادكم قالت هند ربيناهم صغارا فقتلتموهم كبارا. فضحك عمر بن الخطاب حتى استلقى. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا مصر بن علي حدثتني أم عطية بنت سليمان حدثني عمي عن جدي عن عائشة قالت جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبايعه، فنظر إلى يدها فقال اذهبي فغيري يدك، فذهبت فغيرتها بحناء، ثم جاءت فقال أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا، فبايعته وفي يدها سواران من ذهب، فقالت ما تقول في هذين السوارين؟ فقال جمرتان من نار جهنم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن حسين عن عامر هو الشعبي قال بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء وفي يده ثوب قد وضعه على كفه، ثم قال ولن تقتلن أولادكن. فقالت امرأة تقتل آباءهم وتوصينا بأولادهم؟ قال وكان بعد ذلك إذا جاء النساء يبايعن جمعهن فعرض عليهن، فإذا أقررن أرجعن. فقوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، أي من جاءك منهن يبايع على هذه الشروط فبايعها على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن أموال الناس الأجانب. فأما إذا كان الزوج مقصرا في نفقتها فلها أن تأكل من ماله بالمعروف ما جرت به عادة أمثالها، وإن كان من غير علمه عملا بحديثهم بنت عتبة أنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، فهل علي جناح إن أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. أخرجه في الصحيحين. وقوله تعالى ولا يزنون كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وفي حديث سمرة ذكر عقوبة الزناة بالعذاب الأليم في نار الجحيم. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ عليها ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين الآية. قال فوضعت يدها على رأسها حياء فأعجبه ما رأى منها. فقالت عائشة أقري أيتها المرأة فوالله ما بايعنا إلا على هذا. قالت فنعم فنعم إذن فبايعها بالآية. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن حصين عن عامر هو الشعبي قال بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء على يده ثوب قد وضعه على كفهن، ثم قال ولا تقتلن أولادكن. فقالت امرأة تقتل آباءهم وتوصي بأولادهم؟ قال وكان بعد ذلك إذا جاءت النساء يبايعن جمعهن فعرض عليهن فإذا أقررن أرجعن. وقوله تعالى ولا يقتلن أولادهن، وهذا يشمل قتله بعد وجوده كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإنماق، ويعم قتله وهو جنين كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء تطرح نفسها لئلا تحمل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه. وقوله تعالى ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، قال ابن عباس يعني لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم، وكذا قال مقاتل. ويؤيد هذا الحديث الذي رواه أبو داود حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا عمرو يعني ابن الحارث عن ابن الهاد عن عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آيات الملاعنة أيها امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين.
وقوله تعالى ولا يعصينك في معروف، يعني فيما أمرتهن به من معروف ونهيتهن عنه من منكر. قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت الزبير عن إكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف قال إنما هو شرط شرطه الله للنساء. وقال ميمون بن مهران لم يجعل الله طاعة لنبيه إلا في المعروف والمعروف طاعة. وقال ابن زيد أمر الله بطاعة رسوله وهو خيرة الله من خلقه في المعروف. وقد قال غيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وسالم بن أبي الجعد وأبي صالح وغير واحد نهاهن يومئذ عن النوح. وقد تقدم حديث أم عطية في ذلك أيضا. وقال ابن جرير حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة في هذه الآية ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن النياحة ولا تحدثن الرجال إلا رجلا منكن محرما. فقال عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله إن لنا أضيافا وإنا نغيب عن نسائنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أولئك عنيت ليس أولئك عنيت. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء أخبرنا ابن أبي زائدة حدثني المبارك عن الحسن قال كان فيما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تحدثنا الرجال إلا أن تكون ذات محرم، فإن الرجل لا يزال يحدث المرأة حتى يمضي بين فخذيه. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا هارون عن عمرو عن عاصم عن ابن سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت كان فيما اشترط علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعروف حين بايعناه ألا نموح. فقالت امرأة من بني فلان إن بني فلان أسعدوني فلا حتى أجزيهم. فانطلقت فأسعدتهم ثم جاءت فبايعت. قالت فما وفى منهن أغيرها. وغير أم سليم ابنة ملحان أم أنس بن مالك. وقد روى البخاري هذا الحديث من طريق حفصة بنت سيرين عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها. وقد روى نحوه من وجه آخر أيضا قال حدثنا ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا أبو نعيم حدثنا عمرو بن فروخ القتات حدثني مصعب بن نوح الأنصاري قال أدركت عجوزا لنا كانت في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فأتيته لأبايعه فأخذ علينا فيما أخذ ألا تنحن. فقالت عجوزي يا رسول الله إن ناسا قد كانوا أسعدوني على مصائب أصابتني وإنهم قد أصابتهم مصيبة فأنا أريد أسعدهم. قال فانطلقي فكافئيهم. فانطلقت فكافأتهم ثم إنها أتته فبايعت وقال هو المعروف الذي قال الله عز وجل ولا يعصينك في معروف. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا الضبي حدثنا الحجار بن صفوان عن أسيد بن أبي أسيد البزار عن امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نعصيه في معروف أن لا نخمش وجهه ولا ننشر شعره ولا نشق جيبا ولا ندعو ويلا. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن سنان القزاز حدثنا إسحاق بن إدريس حدثنا إسحاق بن عثمان أبو يعقوب حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع نساء الأنصار في بيت ثم أرسل إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقام على الباب وسلم علينا فرددنا أو فرددنا عليه السلام ثم قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم. فقالت فقلنا مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله. فقال تبايعنا على ألا تشركنا بالله شيئا ولا تسرقنا ولا تزنين. قالت فقلنا نعم. قالت فمد يده من خارج الباب أو البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال اللهم اشهد. قالت وأمرنا في الأيدين أن نخرج فيه الحيض والعواتق ولا جمعة علينا ونهانا عن اتباع الجنائز. قال إسماعيل فسألت جدتي عن قوله تعالى ولا يعصينك في معروف قالت النياحة.
وفي الصحيحين من طريق الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق البيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفي الصحيحين أيضا عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشارقة. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا هبة بن خالد، حدثنا أبان بن يزيد، حدثنا يحيى بن أبي كثير أن زيدا حدثه، أن أبا سلام حدثه، أن أبا مالك الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. ورواه مسلم في صحيحه منفردا به من حديث أبان ابن يزيد العطار به، وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، رواه أبو داود. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن يزيد مولى الصهباء عن شهر بن حوشب عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: ولا يعصينك في معروف، قال: النوح. ورواه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد عن أبي نعيم وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع كلاهما عن يزيد بن عبد الله الشيباني مولى الصهباء به. وقال الترمذي: حسن غريب. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. ينهى تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين في آخر هذه السورة كما نهى عنها في أولها، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، يعني اليهود والنصارى وسائر الكفار ممن غضب الله عليه ولعنه واستحق من الله الطرد والإبعاد. فكيف توالونهم وتتخذونهم أصدقاء وأخلاء وقد يئسوا من الآخرة، أي من شراب الآخرة ونعيمها في حكم الله عز وجل. وقوله تعالى: كما يئس الكفار من أصحاب القبور، فيه قولان: أحدهما كما يئس الكفار الأحياء من قراباتهم الذين في القبور أن يجتمعوا بهم بعد ذلك، لأنهم لا يعتقدون بعثا ولا نشورا، فقد انقطع رجاؤهم منهم فيما يعتقدونه. وقال العوفي عن ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم إلى آخر السورة، يعني من مات من الذين كفروا فقد يئس الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم أو يبعثهم الله عز وجل. وقال الحسن البصري: كما يئس الكفار من أصحاب القبور، قال: الكفار الأحياء قد يئسوا من الأموات. وقال قتادة: كما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا. وكذا قال الضحاك رواهن ابن جرير. والقول الثاني معناه: كما يئس الكفار الذين هم في القبور من كل خير. قال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود: كما يئس الكفار من أصحاب القبور، قال: كما يئس هذا الكافر إذا مات وعاين ثوابه واطلع عليه. وهذا قول مجاهد وعكرمة ومقاتل وابن زيد والكلبي ومنصور، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. آخر تفسير سورة الممتحنة، ولله الحمد والمنة. وفيما تبقى من الشريط إليكم ما تيسر من تفسير سورة الصف. تفسير سورة الصف: وهي مدنية. الصفحة 56. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعن عطاء بن يسار عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال:
تذاكرنا أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله، فلم يقم أحد منا، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا رجلا رجلا فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة، يعني سورة الصف كلها. هكذا رواه الإمام أحمد. وقال ابن أبي حاتم حدثنا العباس بن الوليد ابن مرثد البيروتي قراءة قال أخبرني أبي سمعت الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن حدثني عبد الله بن سلام أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لو أرسلنا إلى رسول الله نسأله عن أحد الأعمال إلى الله عز وجل فلم يذهب إليه أحد منا، وهبنا أن نسأله عن ذلك. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر رجلا رجلا حتى جمعهم ونزلت فيهم هذه السورة سبح لله الصف. قال عبد الله بن سلام فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها. قال أبو سلمة وقرأها علينا عبد الله بن سلام كلها. قال يحيى بن أبي كثير وقرأها علينا أبو سلمة كلها. قال الأوزاعي وقرأها علينا يحيى بن أبي كثير كلها. قال أبي وقرأها علينا الأوزاعي كلها. وقد رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو نعلم هي الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناه، فأنزل الله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. قال عبد الله بن سلام فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سلمة فقرأها علينا ابن سلام. قال يحيى فقرأها علينا أبو سلمة. قال ابن كثير فقرأها علينا الأوزاعي. قال عبد الله فقرأها علينا ابن كثير. ثم قال الترمذي وقد خولف محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي، فروى ابن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام أو عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قلت وهكذا رواه الإمام أحمد عن معمر عن ابن المبارك به. قال الترمذي وروى الوليد بن مسلم هذا الحديث عن الأوزاعي نحو رواية محمد بن كثير قلت وكذا رواه الوليد بن يزيد عن الأوزاعي كما رواه ابن كثير. قلت وقد أخبرني بهذا الحديث الشيخ المسند أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار قراءة عليه وأنا أسمع. أخبرنا أبو المنجا عبد الله بن عمر بن اللتي. أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي قال أخبرنا أبو الحسن ابن عبد الرحمن بن المظفر بن محمد بن داود الداودي. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي. أخبرنا عيسى بن عمر بن عمران السمرقندي. أخبرنا الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بجميع مسنده. أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي فذكر بإسناده مثله، وتسلسل لنا قراءتها إلى شيخنا أبي العباس الحجار ولم يقرأها لأنه كان أميا وضاق الوقت عن تلقينها إياه، ولكن أخبرني الحافظ الكبير أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان رحمه الله الذهبي. أخبرنا القاضي تقي الدين ابن سليمان بن الشيخ أبي عمرو. أخبرنا أبو المنجا ابن اللتي فذكره بإسناده وتسلسل لي من طريقه وقرأها علي بكمالها ولله الحمد والمنة. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا
صفا كأنهم بنيان مرصوص. قد تقدم الكلام على قوله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، غير مرة بما أغنى عن إعادته. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، إنكار على من يعد وعدا أو يقول قولا لا وفي به. ولهذا استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا، سواء ترتب عليه عزم للموعود أم لا. واحتجوا أيضا من السنة بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان. وفي الحديث الآخر في الصحيح: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهم كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. فذكر منهن إخلاف الوعد. وقد استقصينا الكلام على هذين الحديثين في أول شرح البخاري، ولله الحمد والمنة. ولهذا أكد الله تعالى هذا الإنكار عليهم بقوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا صبي، فذهبت لأخرج لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعالى أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: تمرة. فقال: أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه إذا تعلق بالوعد عزم على الموعود وجب الوفاء به، كما لو قال لغيره: تزوج ولك علي كل يوم كذا، فتزوج وجب عليه أن يعطيه ما دام كذلك، لأنه تعلق به حق آدمي وهو مبني على المضايقة. وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب مطلقا، وحملوا الآية على أنها نزلت حين تمنوا فريضة الجهاد عليهم، فلما فرض نكل عنه بعضهم، كقوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. الآية. وهكذا هذه الآية معناها كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: لوجدنا أن الله عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به. فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إليه إيمان به لا شك فيه، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به. فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين وشق عليهم أمره، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وهذا اختيار ابن جرير. وقال مقاتل بن حيان: قال المؤمنون: لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لعملنا به. فدلهم الله على أحب الأعمال إليه فقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. فبين لهم فابتلوا يوم أحد بذلك، فولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مدبرين. فأنزل الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وقال:
أحبكم إلي من قاتل في سبيلي. ومنهم من يقول أنزلت في شأن القتال، رجل يقول قاتلت ولم يقاتل، وطعنت ولم يطعن، وضربت ولم يضرب، وصبرت ولم يصبر. وقال قتادة والضحاك نزلت توبيخا لقوم كانوا يقولون قتلنا ضربنا طعنا وفعلنا ولم يكونوا فعلوا ذلك. وقال ابن زيد نزلت في قوم من المنافقين كانوا يعيدون المسلمين النصر ولا يفون لهم بذلك. من فضلك تابع بقية المادة. وقال مالك عن زيد بن أسلم لما تقولون ما لا تفعلون؟ قال الجهاد. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد لما تقولون ما لا تفعلون؟ إلى قوله كأنهم بنيان مرصوص، فما بين ذلك في نفر من الأنصار فيهم عبد الله ابن رواحة قالوا في مجلس لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا به حتى نموت، فأنزل الله تعالى هذا فيهم، فقال عبد الله بن رواحة لا أبرح حديثا في سبيل الله حتى أموت، فقتل شهيدا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا فروة بن أبي المراء حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن أبي حرب ابن أبي الأسود الدالي عن أبيه قال بعث أبو موسى إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه منهم 300 رجل كلهم قد قرأ القرآن، فقال أنتم قراء أهل البصرة وخيارهم. وقال كنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيناها غير أني قد حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. ولهذا قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فهذا إخبار من الله تعالى بمحبته عباده المؤمنين إذا صفوا مواجهين لأعداء الله في حومة الورى يقاتلون في سبيل الله من كفر بالله، لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر العالي على سائر الأديان. قال الإمام أحمد حدثنا علي بن عبد الله حدثنا هشيم أخبرنا مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 يضحك الله إليهم: الرجل يقوم من الليل، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا للقتال. ورواه ابن ماجة من حديث مجالد عن أبي الوداك جابر بن نوف به. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا الأسود يعني بن شيبان حدثني يزيد بن عبد الله بن الشخير قال قال مطرف كان يبلغني عن أبي ذر حديث كنت أشتهي لقاءه فلقيته فقلت يا أبا ذر كان يبلغني عنك حديث فكنت أشتهي لقاءك، فقال لله أبوك فقد لقيت فهاتي، فقلت كان يبلغني عنك أنك تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثكم أن الله يبغض 3 ويحب 3، قال أجل فلا يخالني أكذب على خليلي صلى الله عليه وسلم، قلت فمن هؤلاء 3 الذين يحبهم الله عز وجل؟ قال رجل غزا في سبيل الله خرج محتسبا مجاهدا فلقي العدو فقتل، وأنتم تجدونه في كتاب الله المنزل، ثم قرأ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص، وذكر الحديث هكذا أورد هذا الحديث من هذا الوجه بهذا السياق وهذا اللفظ واختصره. وقد أخرجه الترمذي والنسائي من حديث شعبة عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن زيد بن ظبيان عن أبي ذر بأبسط من هذا السياق وأتم، وقد أوردناه في موضع آخر ولله الحمد. وعن كعب الأحبار أنه قال يقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم عبدي المتوكل المختار ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر،
مولده بمكة وهجرته بطابة وملكه الشام وأمته الحمادون يحمدون الله على كل حال وفي كل منزلة. لهم دوي كدوي النحل في جو السماء بالصحراء، يودون أطرافهم ويأتزرون على أنصافهم، صفهم في القتال مثل صفهم في الصلاة. ثم قرأ: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. رعاة الشمس يصلون الصلاة حيث أدركتهم ولو على ظهر داب. رواه ابن أبي حاتم. وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاتل العدو إلا أن يصافهم. وهذا تعليما من الله للمؤمنين. قال: وقوله تعالى: كأنهم بنيان مرصوص، أي ملتصق بعضه في بعض من الصف في القتال. وقال مقاتل بن حيان: ملتصق بعضه إلى بعض. وقال ابن عباس: كأنهم بنيان مرصوص، مثبت لا يزول، ملصق بعضه ببعض. وقال قتادة: كأنهم بنيان مرصوص، ألم ترى إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلف بنيانه؟ فكذلك الله عز وجل لا يحب أن يختلف أمره. وإن الله صف المؤمنين في قتالهم وصفهم في صلاتهم، فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخذ به. أورد ذلك كله ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير: حدثني سعيد بن عمرو السكوني، حدثنا بقية بن الوليد عن أبي بكر ابن أبي مريم عن يحيى بن جابر الطائي عن أبي بحرية قال: كانوا يكرهون القتال على الخيل ويستحبون القتال على الأرض، لقول الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال: وكان أبو بحرية يقول: إذا رأيتموني التفت في الصف فجئوا في لحي. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام أنه قال لقومه: لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ أي لما توصلون الأذى إلي وأنتم تعلمون صدقي فيما جئتكم به من الرسالة. وفي هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أصابه من الكفار من قومه وغيرهم، وأمر له بالصبر. ولهذا قال: رحمة الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفيه نهي للمؤمنين أن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم أو يوصلوا إليه أذى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي فلما عدلوا عن اتباع الحق مع علمهم به أزاغ الله قلوبهم عن الهدى وأسكنهم الشك والحيرة والخذلان، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولهذا قال تعالى في هذه الآية:
والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقوله تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يعني التوراة قد بشرت بي وأنا مصدق ما أخبرت عنه وأنا مبشر لمن بعدي وهو رسول النبي الأمي العربي المكي أحمد. فعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل، وقد أقام في ملأ بني إسرائيل مبشرا بمحمد وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا رسالة بعده ولا نبوة. وما أحسن ما أورد البخاري الحديث الذي قال فيه حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. ورواه مسلم من حديث الزهري به نحوه. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا، فقال أنا محمد وأنا أحمد والحاشر والمقفي ونبي الرحمة والتوبة والملحمة. ورواه مسلم ونبي الرحمة والتوبة والملحمة. ورواه مسلم من حديث الأعمش عن عمرو بن مرة به. وقد قال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية. وقال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد، لئن بعث محمد وهو حي ليتبعنه، وأخذ عليه أن يأخذ على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليتبعنه وينصرنه. وقال محمد بن إسحاق حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسك، قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. وهذا إسناد جيد وعوي له شواهد من وجوه أخرى. فقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد الكلبي عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض بن سارية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجذل في طينته وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرين. وقال أحمد أيضا حدثنا أبو النضر حدثنا الفرج بن فضالة حدثنا لقمان بن عامر قال سمعت أبا أمامة قال قلت يا رسول الله ما كان بدء أمرك؟ قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام. وقال أحمد أيضا حدثنا حسن بن موسى سمعت خديجا أخا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود قال
بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من 80 رجلا، منهم عبد الله بن مسعود وجعفر وعبد الله بن رواحة وعثمان بن مضعون وأبو موسى. فأتوا النجاشي وبعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية، فلما دخل على النجاشي سجد له ثم تبرض عن يمينه وعن شماله ثم قال له: إن نفرا من بني عم نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا. قال: فأين هم؟ قال: هم في أرضك، فبعث إليهم. فبعث إليهم فقال جعفر: أنا خطيبكم اليوم. فاتبعوه فسلم ولم يسجد، فقالوا له: ما لك لا تسجد للملك؟ قال: إنا لا نسجد إلا لله عز وجل. قال: وما ذاك؟ قال: إن الله بعث إلينا رسوله فأمرنا ألا نسجد لأحد إلا لله عز وجل، وأمرنا بالصلاة والزكاة. قال عمرو بن العاص: فإنهم يخالفونك في عيسى بن مريم. قال: ما تقولون في عيسى بن مريم وأمه؟ قال: نقول كما قال الله عز وجل: هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسسها بشر ولم يعترضها ولد. قال: فرفع عودا من الأرض ثم قال: يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان، والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما يساوي هذا. مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، أشهد أنه رسول الله، وأنه الذي نجد في الإنجيل، وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم. انزلوا حيث شئتم، والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل نعليه وأوضئه. وأمر بهدية الآخرين فردت إليهما. ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدرا، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له حين بلغه موته. وقد رأيت هذه القصة عن جعفر وأم سلمة رضي الله عنهما، وموضع ذلك كتاب السيرة، والمقصد أن الأنبياء عليهم السلام لم تزل تنعت وتحكيه في كتبها على أممها وتأمرهم باتباعه ونصره وموازرته إذا بعث. وكان ما اشتهر الأمر في أهل الأرض على لسان إبراهيم، على لسان إبراهيم الخليل والد الأنبياء بعده، حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولا منهم، وكذا على لسان عيسى بن مريم. ولهذا قالوا: أخبرنا عن بدء أمرك، يعني في الأرض. قال: دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بن مريم ورؤيا أمي التي رأت، أي ظهر في أهل مكة أثر ذلك. والأرهاص فذكره صلوات الله وسلامه عليه، وقوله تعالى: فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. قال ابن جريج وابن جرير: فلما جاءهم أحمد، أي المبشر به في الأعصار المتقادمة المنوه بذكره في القرون السالفة، لما ظهر أمره وجاء بالبينات قال الكفرة والمخالفون هذا سحر مبين. ومن أظلم من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الضالين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، أي لا أحد أظلم ممن يفتري الكذب على الله ويجعل له أندادا وشركاء وهو يدعى إلى التوحيد والإخلاص. ولهذا قال تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، أي يحاولون أن يردوا الحق بالباطل
ومثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس بفيه، وكما أن هذا مستحيل كذاك ذلك مستحيل. ولهذا قال تعالى: والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد تقدم الكلام على هاتين الآيتين في سورة براءة بما فيه كفاية، ولله الحمد والمنة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. تقدم في حديث عبد الله بن سلام أن الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل ليفعلوه، فأنزل الله تعالى هذه السورة ومن جملتها هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ثم فسر هذه التجارة العظيمة التي لا تبور، التي هي محصلة للمقصود ومزيلة للمحذور، فقال تعالى: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أي من تجارة الدنيا والكد لها والتصدي لها وحدها. ثم قال تعالى: يغفر لكم ذنوبكم، أي إن فعلتم ما أمرتكم به ودللتكم عليه غفرت لكم الزلات، وأدخلتكم الجنات والمساكن الطيبات والدرجات العاليات. غفرت لكم الزلات وأدخلتكم الجنات والمساكن الطيبات والدرجات العاليات. ولهذا قال تعالى: ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. ثم قال تعالى: وأخرى تحبونها، أي وأزيدكم على ذلك زيادة تحبونها، وهي نصر من الله وفتح قريب، أي إذا قاتلتم في سبيله ونصرتم دينه تكفل الله بنصركم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقوله تعالى: وفتح قريب، أي عاجل. فهذه الزيادة هي خير الدنيا موصول بنعيم الآخرة لمن أطاع الله ورسوله ونصر الله ودينه. ولهذا قال تعالى: وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في جميع أحوالهم بأقوالهم وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم، وأن يستجيبوا لله ولرسوله كما استجاب الحواريون لعيسى حين قال: من أنصاري إلى الله، أي من معيني في الدعوة إلى الله عز وجل. قال الحواريون وهم أتباع عيسى عليه السلام: نحن أنصار الله، أي نحن أنصارك على ما أرسلت به وموازروك على ذلك. ولهذا بعثهم دعاة إلى الناس في بلاد الشام في الإسرائيليين واليونانيين، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في أيام الحج:
ما الرجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي، حتى قيض الله عز وجل له الأوس والخزرج من أهل المدينة فبايعوه ووازروه وشارطوه أن يمنعوه من الأسود والأحمر إن هو هاجر إليهم. فلما هاجر إليهم بمن معه من أصحابه وفوا له بما عاهدوا الله عليه، ولهذا سماهم الله ورسوله الأنصار، وصار ذلك علما عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقوله تعالى: فآمن الطائفة بني إسرائيل وكفر الطائفة، أي لما بلغ عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام رسالة ربه إلى قومه ووازره من وازره من الحواريين، اهتدى الطائفة من بني إسرائيل بما جاءهم به، وضل الطائفة فخرجت عما جاءهم به وجحدوا نبوته ورموه وأمه بالعظائم، وهم اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وغلت فيه طائفة ممن اتبعه حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة، وافترقوا فرقا وشيعا، فمن قائل منهم إنه ابن الله، وقائل إنه ثالث ثلاثة، الأب والابن وروح القدس، ومن قائل إنه الله. وكل هذه الأقوال مفصلة في سورة النساء. وقوله تعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، أي نصرناهم على من عاداهم من فرق النصارى، فأصبحوا ظاهرين أي عليهم، وذلك ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله: حدثني أبو السائب، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال يعني ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أراد الله عز وجل أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى أصحابه وهم في بيت 12 رجلا من عين في البيت ورأسه يقطر ماء، فقال: إن منكم من يكفر بي 12 مرة بعد أن آمن بي. ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ قال: فقام شاب من أحدثهم سنا، فقال: أنا. فقال له: اجلس. ثم عاد عليهم، فقام الشاب فقال: أنا. فقال له: اجلس. ثم عاد عليهم، فقام الشاب فقال: أنا. فقال: نعم أنت ذاك. قال: فألقي عليه شبه عيسى، ورفع عيسى عليه السلام من روزنة في البيت إلى السماء. قال: وجاء الطلب من اليهود فأخذوا شبيهه فقتلوه وصلبوه، وكفر به بعضهم 12 مرة بعد أن آمنوا به، فتفرقوا فيه 3 فرق، فقالت فرقة: كان الله فينا ما شاء، ثم صعد إلى السماء، وهؤلاء اليعقوبية. وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء الله، ثم رفعه إليه، وهؤلاء المستورية. وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله، ثم رفعه الله إليه، وهؤلاء المسلمون. فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها، فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، يعني الطائفة التي كفرت من بني إسرائيل في زمن عيسى، والطائفة التي آمنت في زمن عيسى. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، بإظهار محمد صلى الله عليه وسلم دينهم على دين الكفار. هذا لفظه في كتابه عند تفسير هذه الآية الكريمة. وهكذا رواه النسائي عند تفسير هذه الآية من سننه عن أبي كريب عن محمد بن العلاء عن أبي معاوية بمثله سواء. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يزالون ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وحتى يقاتل آخرهم الدجال مع المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، كما وردت بذلك الأحاديث الصحاح والله أعلم. آخر تفسير سورة الصف، ولله الحمد والمنة. تفسير سورة الجمعة وهي مدنية، الصفحة 62 و300. عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم.
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، أي من جميع المخلوقات ناطقها وجامدها، كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ثم قال تعالى الملك القدوس، أي هو مالك السماوات والأرض المتصرف فيهما بحكمه، وهو المقدس أي المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال. العزيز الحكيم تقدم تفسيرهما غير مرة. وقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، الأميون هم العرب، كما قال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عداهم، ولكن المنة عليهم أبلغ وأكثر، كما قال تعالى في قوله وإنه لذكر لك ولقومك، وهو ذكر لغيرهم يتذكرون به. وكذا قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. وهذا وأمثاله لا ينافي قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. بهذا القدر من تفسير سورة الصف ينتهي تسجيل. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.